النهاردة مثلا أكون ماشية في الشارع والشيخ عبد الباسط بيقرأ، هذا الشيخ عبد الباسط أهو اللي بيقرأ ده، الشيخ طلاوة اللي بيقرأ ده، الشيخ مصطفى إسماعيل اللي بيقرأ ده، يعني كل واحد ليه بصمة. فتبينوا تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. دي يعني الإنسان بينشأ على الحاجة اللي بيحب يسمعها. يعني أنا مثلا ما كنت أسمع يعني من زمان، يعني لما يجي واحد يسمع بتسمع مين؟ يعني ويفاجئ ان انا بسمع حاجه غير اللي هي اقوله، والله بسمع الشيخ منصور الشامل ده منهوري، لا ما حدش يسمع عنه، لكن انا بحب اسمعه. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. واللي ما يتخرجش من الكتاب حتى ان كان عالم او مقرئ تلاقيه مش حافظ القران، لان الكتاب هو الاساس. يعني يخرج من الكتاب يكون حافظ القران. انا ما اعترف في الموسيقى، انا اعترف بان الانسان عنده ود نظيف نظيفه وبيسمع ويعرف ينقل. خد نغمه مثلا من الشيخ شحات انور، خد نغمه مثلا من الشيخ كامل يوسف البهتيمي، خد نغمة من الشيخ البنا، يعني يكون له طريقة على حسب. يعني حضرتك الشيخ طبلاوي ولا مرة اعترفت بالمقامات الموسيقية طول ما حضرتك بتقرأ على مدار سنوات عمرك؟ لا والله يا أبدا. التزمت باللي أنت بتحسه فقط؟ لا اللي أنا بحسه واللي أنا واخد عليه. والله هو القناعة كنز لا يفنى. القناعة كنز لا يفنى.